وابليتي مثل الله والدراع واشحل من حاجه كنت نترجي فيها واجي وتصبر ليا واجي تقول لي ماما ما ديري حتى حاجه مريضه وابقى خلتني مجنوحة يدي وخلتني مقطعه من الحجر وما عندي لا عائله قريبه وما عندي لا خوت قرابين يطلعوا عليا وابليتي طارت ليا من يدي وابليتي شحال طارتني في قلبي وتشويت عليها بغيت بسيد لا طيلة حق بنتي وابغيت المجرم اللي عند ليا بنتي تعدم وابغيت المجرم اللي قتل ليا بنتي توا يتقتل بنتي انا صايمه كنصوم الاثنين والخميس ديما وقلت لها صايمه قالت لي ماما ما ديري حتى حاجه انا غنخرج ماما مع الربعه ونصايب لك فطورك قالت لي ماما عندي الوقت هذه البعد عليا قالت لي ماما ما نخرج عندي جوج سوايع من النهار هذه قالت لي ماما نبقى تما كي انت نخرج مره ما لقيتش ماما نطلع ونهود قلت لها بنيتي ما كاين حتى مشكل وانا مركز نتكامل بحكم ونقول جابوها من السوق قلت له اسم محمد بنتك باقا ما جات من المدرسه قال لي سول عليها قلت له راه باقا وانا مركز يلا يلا باقا ما كملت يسولني باق وهي جات دقت عليا جارتي قالت لي تعالي تعالي بنتك راه مقتوله في الشانطي طلعت بنيتي نجري ما قديت نجري لا والو طالعه على يدي ورجليا ما قديتش نزيد لعندها وهي في تشريحه بنيتي وبنتي ما خلاونيش حتى نشوف عليها وهي مغطى في الشانطي واحد المراه جارتي قالت لهم خليوا المراه تشوف بنت اخر تشوفها غتشوفها اخر مره خليوا والله نترجاكم حتى الغدا هذه جيبوها قالت نص نهار وبنتي الله عالم فيا بيا ما عرفش المجرم كون عرفتها بنتي نقول لكم يا بنتي راه كل شيء تفرج فيا راه المجرم كان في الدار معاها ما كان قال لك من المدرسه وهو كيضربها الف وما هو يضلقم فيها يضلقم فيها تجيب لواحد البلاصه مخلويه شويه بحكو عاد هذه تقتلت في الشارع الشارع عمومي سيروا المدرسه ديالها وسولوا على ديك الدريه انا بغيت ليكم الحق ديال بنتي نشوفوا بعيني يا سيدي ربي الله ينصر سيدنا يعطينا حق بنتي الله ينصر سيدنا يعطينا حق بنتي مع عمر بنتي خرجت للزنقه هذا الدور ولا عمر بنتي تغوت لا بنتي يا مريم تقول لي لا ماما انا في البيت وا بنتي شحال من حاجه كنت نتمناها وا بنتي كانت مرضيه وا اعطيها خوها بالدرهم وجمعوا وشري لي الدواء وا اعطيها الجيران يعطوها بالدرهم وجمعوا وشري لي بهم الدواء وا بنتي كانت مرضيه ومهديه وا قالت لي ماما ما عندناش ثلاجه مشيت جبتها لي كريدي راه حطيتها لي وضع عندك فيها مسكينه ودبوس وا عندك فيها تقول يا ماما انت احسن في الدنيا وانا الحمد لله قالت لي والدي لقيت الحال دراوش المعلم ديالنا والمعلمة كيقولوا لي يا ماما انت احسن دريه في العالم انت يا ماما انت بنيتي الحمد لله ودريه مزيانه وما تبركش لقيتها تحفظ وانا خرجت برا قاسد عليها الباب وتحفظ نطلب الله من المخزن يشوف لي حق بنتي ويخرج لي بنتي ما يطولش عليا قداش ما طولت عليا العالم يطول عليا وقداش ما طالت عليا بنتي كيطول عليا العذاب وقداش ما طال عليا كيطول عليا العذاب ونطلب من الحق سبحانه يصبرني على بنتي ونطلب سيدنا ينصرو والله ينصر سيدنا يعطيني حق بنتي والله ينصر سيدنا والله ينصر الأسرة العلوية والله ينصر الشعب ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.